نروح مشاهدينا إلى لاعبة كمال الأجسام ريتا مارغو، الشابة العراقية اللي تمكنت من الحصول على المركز الأول لبطولة فرنسا للسيدات، وبذلت هواية جهد وكانت تتمرن بالساعات خلال اليوم، وبالتالي شافت نفسها قادرة على خوض التجربة، فقررت دخول بطولة فرنسا للسيدات وفازت بالمركز الأول لبطولة فرنسا للسيدات في كمال الأجسام. فرح نرحب ببطلتنا ريتا مباشرة من فرنسا وقول لها يسعد صباحك وألف ألف مبروك. يسعد صباحك ريتا. يسعد صباحكم، شكرا لاستضافتكم إلي اليوم. ألف مبروك يا رب، نهنيش طبعا، احنا كلش فخورين بيك، كل نساء العراق فخورين بيك. تسلمون، شكرا، يبارك بيكم يا رب. شكرا لك ريتا. ريتا، احنا حابين بالبداية نعرف من عندك يعني منو هي ريتا مارغو. ريتا مارغو عراقية من الموصل. نعم. طلعت من الموصل بزمن الحرب، زمن داعش، بسنة 2015. نعم نعم. دارسة قسم إدارة واقتصاد هنا بفرنسا، وهسه عن الجديد حصلت على شهادة علوم تربية أطفال. أبد ما لها علاقة بالرياضة ولا لها علاقة بطموحي بالرياضة وهدفي وإنجازاتي بالرياضة. نعم. وهسه عن جديد السبت اللي فات أخذت مركز أول ببطولة كوب دو فرانس، كأس فرنسا العفو، الكمال الأجسام بفئة ومنس فيزيك. حلو، من شو كنت بديتي بهذا يعني شو كنت بدا شغفك يبين للرياضة والكمال الأجسام؟ بلشت الرياضة بصورة عامة، بلشتها بسنة 2020. بلشتها بوقتها بعد كورونا كانت، وظليت استمر. صار عندنا حجر فرنسا تقريبا 6 أشهر الصالات معزلة، يعني نهائيا ماكو ولا صالة مفتحة. كنت استمر تمرين بالبيت انه كصحة وكلياقة لا أزيد ولا أقل. ما رجعت فتحت الصالات، سجلت بالنادي وقمت أتمرن، وهيك شوية 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 صارت لعبة كمال الأجسام والأكل الصحي والنمط الحياة الصحي صار إدمان بالنسبة لي. صارت أنه عايشة حياتي بس لهذا الشيء، وكنت أقول هم يجي فد يوم وأقدر أصعد بالستيج وأقدر أصعد بطولة بهذا المجال. وألف ألف الحمد لله قدرت أحصل أنه هذا الشرف انه اصعد هيك ستيج على مستوى فرنسا واحصل مركز اول. الحمد لله. ريتا، احنا حابين تحكي لنا اكثر عن هذه البطوله، وش قد كانوا عدد المتسابقين او المشتركين وياك؟ هي البطوله ما كانت بس للسيدات، كان اكو يعني هي كمال اجسام، فالبطوله كانت للسيدات وللشباب. نعم. فمجموعنا كلياتنا كنا 150 شخص. بالفئه مالتي كنا 5 بنات. نعم. ظليت أحضر لها تقريبا 3 أشهر، 3 أشهر وأسبوع تحديدا. وشنو بعد؟ يعني وهي تنافست مع الرجال أيضا، يعني المنافسة كانت بين الرجال، بها رجال ونساء مو بس نساء. إي أكيد، بس إنه أنا كبنية أكيد إنه أنافس النساء اللي بالفئة مالتي، بس إنه هي بصورة عامة إنه اي لعبة كمال الاجسام تكون بطولة كمال الاجسام تكون رجال ونساء. نعم. طيب ريتا، بعد فوزك بالبطولة ومثل ما قلتي انه انت كان حلمك انه انت تشتركين ببطولة، ولكن انت اشتركتي وفزتي ايضا بالمركز الاول، هنا تشوفين حققتي حلمك لو بعد يعني كبر الحلم اكبر وصار يعني اكو اشياء ثانية حابة تحققيها. انا لحد هاي اللحظة حققت جزء بسيط من الحلم اللي انا ببالي. شنو اللي ببالك؟ احكي لنا. اللي ببالي اصعد مسارح عالميه ازيد وازيد واكثر واكثر. نعم. على مستوى اوروبا وعلى على مستوى اولمبيا وغيرها وبطولات اعلى. نعم. توقعتي تربحين بهاي المسابقه؟ سنة واحدة. لا، هذا على مدى سنين كامله. نعم. والف الحمد لله انه انا عندي اهل و كلش مشجعيني بهاي المشوار هذا، بهاي الخطوه، ابد ما وقفوا بوجهي. بنقلت لهم اريد اصعد بطوله، بالعكس ابويا وامي شجعوني لحد هاي اخر لحظه، هم بعدهم مشجعيني. نعم الحمد لله. يعني الاهل هم كانوا الداعمين الاساسيين الك. اكيد، لو ما اهلي يعني ولا شيء، انا ما اصعد بطوله. حلو هذا الشيء كلش. توقعتي انه تحصلين على هاي الجائزه لو قلتي خلي اجرب حظي مثلا، لانه هاي اول تجربه لك بهيجي منافسه؟ بصراحه لا، انه كنت متامله
بس انه اخذ مركز اول كنت اقول انه اني وجه جديد بالنسبه لهم، هاي اول بطوله يعني كنت اقول صعودي بس اني كعراقيه بس صعودي الهيلستيج كثاني او ثالث بنت عراقيه تصعد على مسرح كمال الاجسام، هذا الوحده انجاز لو شنو تكون النتيجه. صحيح فعلا صحيح، بس الف الحمد لله الحظ ظالمني والمنافسه كانت قويه وحصلت المركز الاول الحمد لله. طيب ريتا، انت تشوفين انه كانه انت عايشه بفرنسا، هذا الشيء كان يعني خلينا نقول يعني سهل عليك انه انت تحققين حلمك بسهوله اكثر، يمكن لانه بالعراق يعني رياضه كمال الاجسام مو هوايه من النساء يعني يشاركون بهذه الرياضه، وشويه هي يعني خلينا نقول هي حكر على الرجال اكثر، الرجال هم اللي يلعبون هذه الرياضه. تشوفين انه وجودك بفرنسا ساعدك اكثر لتحقيق حلمك؟ هو من ناحيه اكيد وجودي بفرنسا وجودي خارج العراق ساعدني، لان هنا جمعت انه ما عندها رياضه او كمال اجسام او اي نوع من الرياضه بس للرجال وبس للنساء. نعم. انتقادات موجوده، انتقادات بكل دول العالم، انا كشخص عايش بفرنسا حصلت انتقادات وحصلت مقارنات بين جسمي واجسامهم من الشباب، كانوا يقارنون اجسامهم باجسامي باوزانهم باوزاني. هاي موجوده بكل دول العالم، وهذا الشيء لاحظته انه هنا بالجيم اللي اني دا اتمرن به. نعم. بس اللي ساعدني اكثر اي انه وجودي في فرنسا، لانه بالعراق يعني عن قبل انه انا كنت عايشه ب 2015 كان عمري 17 سنه بوقتها من طلعت. ما كان اكو هذا الشيء، اعتقد حتى ما كان اكو جمات نسائيه حسب علمي. بس هسه هاي اخر سنه تحديدا دا الاحظ لا ما شاء الله انه الرياضه بصوره عامه بالعراق الجمات النسائيه بدها تنفتح، البنات اللي يلعبون قوه بدنيه ودا يصعدون بطولات عالميه بالقوه البدنيه هسه دا تنتشر اكثر واكثر. الف نعم. الحمد لله والشكر. نعم طبعا. نعم. ريتا دائما مثل ما قلتي انه انت واجهتي هواي انتقادات، والانتقادات السلبيه تخلي الواحد يعني يتحفز اكثر، خاصه لما يكون هو يعني يعرف هدفه واثق من نفسه ويعرف راح يوصل، فهاي هذه الكلمات تخلي انه اني لا اني اقدر، واني راح اثبت لهم انه اني اقدر اسوي هذا الشيء. نعم. اكو كلمه او مثلا جمله سمعتيها هي خلت الحافز عندك يزيد اكثر؟ ككلام انه ككلمه انه وحده لا بالعكس، بس هي الانتقادات بصوره عامه بينت لي انه شقد هم الناس، مو انه خلينا نقول انه ناس فارغه دا تقارن او دا تحكي او دا تحاول تقلل من قيمتي، بس انه انا دائما اقولها الناس اللي تحاول تقلل من الطرف المقابلها هم دا يحلمون يسوون هذا الشيء بس ما دا يقدرون. صحيح فعلا. ما عندهم لا الامكانيات ولا الجينات ولا اي شيء تخليهم يصعدون على هيك مسارح عالميه. ريتا احنا نتمنى نشوفك بمنافسات اكبر وبطولات اكبر، واحنا اكيد وياك للابد وفخورين جدا بك. شكرا لك على هاي المقابله. تسلمون. شكرا، انا اللي اشكركم على استضافتكم.